الار ان اي اديتنج اند الار ان اي دي ان اي سيكونس ديفرنسز. الان احنا اكوردنج للسنترال دوغما انه الدي ان اي بيحصل له عمليه ترانسكريبشن وبعدين بيحصل وبيديني المسنجر ار ان اي، بعدين بيحصل عمليه ترانسليشن وبيديني البروتين. فبالتالي انه لو حصل تغيير في الدي ان اي حيحصل تغيير في البروتين. طيب هل ممكن انه يحصل تغيير على الار ان اي لكن ما يحصلش التغيير ده على الدي ان اي؟ هذا الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عليه، انه يعني لو انا عندي جين وحصل له عملية ترانسكريبشن هل ممكن يحصل تغيير على الار ان اي وبالتالي يديني ديفرنت بروتين او يديني ديفرنت فانكشن؟ هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه تحت عنوان الار ان اي اديتنج اند الار ان اي دي ان اي سيكونس ديفرنسز. طيب خلينا نتكلم شويه كيمستري كده او بايو كيمستري. في عندنا السيتوزين، طبعا الستركتشرز اللي اتكلمنا عليها في الانترودكشن اذا انتم طبعا فاكرين معاي. هاي انت هيكون الرسم عندك افضل من كده بشوية لانه انا برسم بالماوس. تمام، ده كان الستركتشر بتاع السيتوزين. سيتوزين تمام. لو عملنا للسيتوزين عملنا له دي امينيشن يعني نزعنا الامينو جروب من هنا adding water H2O. طبعا احنا مش هنخش في الانترميديتس، هندخل على الفاينل برودكت على طول minus NH3. طبعا في كل بروسيس اللي انا هتكلم عليها طبعا هنا في عندي double bond، هنا في عندي double bond. اوكي هيعطيني توقعاتكم طبعا اللي اتكلمنا عليه قبل كده في الانترودكشن، هيديني اليوراسيل طبعا. هنا بيحصل دي امينيشن وبالتالي يحصل عندي دبل بوند او. هذا الاستراكشر طبعا بتاع مين؟ بتاع اليوراسيل. تمام، اذا عملية دي امينيشن للسيتوزين بتعطيني اليوراسيل. طيب لو توقعاتك لو عملنا دي امينيشن للادينين، نرسم الاستراكشر بتاع الادينين في الاول بعدين نشوف لو عملنا دي امينيشن للادينين. نرسم الـ 6 membrane ring في الأول بعدين الـ 5 membrane ring. أوكي انتوا بترسموها طبعا أفضل من كده عشان بس أنا برسم بالماوس كمان مرة. عندي هنا ال NH2 اللي هنعمل دي امينيشن ليها يعني هننزعها. بنفس الميكانيزم بنفس الطريقة اللي حولنا فيها السيتوزين لليوراسيل بنعمل دي امينيشن للادينين. فالستركتشر اللي ناتج عندي حيكون كالتالي،
تمام. أكيد هنا حيصير دبل بوند O، هنا مفيش أي تغيير في الروابط، تمام. فده بنسميه الإنوسين، بينتج عندي structure بيشبه الأدينين بنسميه إنوسين. إذا الإنوسين وباخد طبعا الاختصار بحرف الآي. إذا الأدينين لو عملنا له دي أمينيشن فبيعطيني الإنوسين. هاي العملية الكونفيرجن بتوين ذيس تايبس اوف موديفايد نيوكليتايد، أو إنه أنا أعمل موديفيكيشن على النيوكليتايد يعطيني أذر تايبس اوف نيوكليتايدز أو موديفايد نيوكليتايدز، بيحصل على الآر إن إيه. فاللي بيقوم بهذه العملية في الهيومن بيحول السيتوزين لا يوراسيل، هو نوع من أنواع البروتينز أو نوع من أنواع الإنزيمز اسمه أبو لايبو بروتين، أبو لايبو بروتين بي إن RNA editing enzyme. اوكي. اما اللي بيقوم بتحويل الادينين لانوسين هو عبارة عن نوع تاني من الانزيمز بسميه double stranded، وهقول لك ليه احنا يعني سميناه كده double stranded. stranded double stranded طبعا كملها double stranded RNA specific adenosine deaminase RNA specific specific D أدينوسين دي أدينوسين يعني كملوها أنتم دي أمينيز، مش هقعد أكتبها أنا تاخد وقت كتير، تمام. دي أمينيز هذا النوع من الإنزيمز بيعطوه اختصار ADAR أدار. وهذه الانزيمات عبارة عن او ثلاث انواع من هذا الانزيم اللي هو ادار 1 ادار 2 ادار 3. الموست كومون منهم طبعا هم 1 و2 و3، والاشهر منهم اللي هم 1 و2 والمور طبعا كومون او اللي بيحصل له اكسبريشن بشكل عالي هو طبعا ادار 1. هاي الانزيمات بتقوم بعملية كونفيرجن للادينين لانوسين عن طريق انها تعمل دي امينيشن، فبالتالي احنا سميناها دي امينيز انزيمز، تمام، لانها بتعمل دي امينيشن. اذا ادينوسين دي امينيز عشان هي بتعمل تشتغل على الادينوسين وبتعمل نزع ل الامينو جروب، تمام. هاي التعديلات بتحصل على الار ان اي، يعني لو عندي تتابع مثلا اي سي جي، تمام، حصل تعديل على السي هنا وادتني يو بواسطة الابولايبوبروتين بي، عمل تعديل على السيتوزين واداني اليوراسيل، وبالتالي حصل عملية تشينجينج والتريشن للار ان اي سيكونس. هاي العملية بسميها الـ RNA editing. إذا الـ RNA editing هي عبارة عن changing في الـ nucleotide sequence of الـ RNA relative لمين؟ للـ sequence بتاع الجينوم، يعني الجينوم الـ sequence بتاعه ما تغيرش وإنما حصل التغيير على الـ RNA، وبالتالي بسمي هذه الـ process RNA editing. طبعا في تقريبا حوالي يعني more than 100 سايت او بوزيشن بيحصل عليه هذا التغيير، واللي حابب يتعرف على هاي المواقع اللي بيحصل عليها editing في الـ RNA
برفق له طبعا ويب سايت. هذا الويب سايت مهم للناس اللي حتفكر تشتغل في البايو انفورماتكس، بيوضح لك الاماكن اللي بيحصل عليها ار ان اي اديتنج، او السيكونسز بتاعت الار ان اي اللي ممكن يحصل فيها اديتنج. تمام، هذه البروسيس مش بس موجودة في الهيومن، انما هي موجودة كمان في البلانتس. مثلا انه بيحصل اديتنج للار ان اي اللي ناتج من الميتوكوندريال اند كلوروبلاست جينز، وكمان موجود في اللور ايوكاريوتس زي طبعا التريبانوزوما، بيحصل عليها طبعا بيحصل عملية انسيرشن وديليشن لليوراسيل في الار ان اي بتاعها. لكن احنا طبعا بيهمنا في الهيومن انه انا عندي تو تايبس اوف انزيمز. النوع الاول بسميه ابوليبوبروتين بي ام ار ان اي اديتنج انزيمز، وهذه النوع وهذا النوع من الانزيمز بيحول لي السيتوزين ليوراسيل. وعندي نوع ثاني من الانزيمز اللي بيحول لي الادينين لانوسين، وهو عباره عن دبل ستراندد ار ان اي سبيسيفيك ادينوسين دي امينيز. هذه انزيمز بيحصل لها عمليه كودينج للانزيمات دي، الانزيمات هاي اللي هي الادار في نوع او في فاميلي من الجينات بتعمل كودينج لهذا النوع من الانزيمز، هي عباره عن ادينوسين دي امينيز اكتنج اون ار ان اي جين فاميلي. هذه النوع من اللي هو الجينات. انا اللي بهمني انه تعرف لي انه الابوليبوبروتين بي هو اللي بيعمل على تحويل السيتوزين ليوراسيل، وتعرف لي انه دبل ستراندد ار ان اي سبيسيفيك ادينوسين دي امينيز هو اللي بيعمل عمليه تحويل للادينين لانوسين. تمام، وهي البروسيس بتحصل زي ما اتفقنا في الديفرنت طبعا ايوكاريوتيك سيلز، زي ومنها الهيومن. طيب طبعا زي ما اتفقنا انه بنعمل بتحصل عملية اللي هو الدي امينيشن للادينوسين عشان يعطيني الانوسين. تمام، وده غالبا بتحصل او هذه البروسيس مور كومون بتحصل في الدبل ستراندد ار ان اي، لما بيكون في عندي دبل ستراندد ار ان اي زي لما هنشوف في طبعا الترانسفير ار ان اي. زي ما انتم عارفين انه هو بياخد السكندري ستراكشر بتاعه اللي بيشبه الورقه بتاعت كلوفر، فبالتالي لما بيكون في عندي مناطق فيها دبل ستراندد ار ان اي بيحصل عليها عمليات الايديتنج، يعني عمليه تحويل الاي لاي. تمام، غالبا ومور كومون البوزيشنز بتاعت editing بتكون في الدبل ستراندد ار ان اي، مواقع واماكن عمليات التعديل بتحصل على الادينين اللي موجود في الدبل ستراندد ار ان اي. طيب عمليات الار ان اي editing الفانكشن بتاعتها طبعا في هنا اختلافات كتير، ولسه على الموضوع يعني في argument انه في بعض الناس بتقول يعني بعض الابحاث بتقول انه الفائده بتاعتها لها علاقه في الانيت اميون سيستم وبتعمل بروتكشن، وفي طبعا ابحاث تانية بتقول انه بتعمل ديزيزز. وطبعا الناس اللي هيشتغلوا في البيوتكنولوجي وفي الجينيتك انجينيرنج بيستفيدوا من هذه او هيستفيدوا من هذه الميكانيزم في عمليات الار ان اي انجينيرنج. Anyway لسه ما زال اللي هو الموضوع under research، وفي أبحاث كتير طبعا بتشتغل على هذا الموضوع. طبعا اللي بيحصل بيحصل انه عندي لو حصل ار ان اي اديتنج هيحصل تشينجينج للاستابيليتي بتاعت الار ان اي اللي ناتج، هيحصل ديفرنت فانكشن للار ان اي اللي ناتج عندي، وبالتالي ممكن يظهر عندي ديفرنت بروتين لانه طبعا الريبوزوم بيتعامل مع الاي اثناء قراءته للسيكونس بتاع المسنجر ار ان اي بيتعامل مع الاي كانها جي. تمام، فبالتالي حصلت عمليه تحويل من الاي لجي زي ما انت ملاحظ، وبالتالي ظهر عندي ديفرنت بروتين وديفرنت فانكشن. طيب الهاوس كيبنج جينز، في عندي جينز، هذه الجينز بيحصل لها عملية اكسبريشن، يعني بيحصل لها ترانسكريبشن وترانسليشن طبعا في كل انواع الخلايا وفي كل انواع التيشوز.
وطبعا في كل المراحل. فهذه الجينز بسميها هاوسكيبنج جينز، لانها طبعا بيحصلها اكسبريشن في كل الخلايا، زي مين؟ زي الجينز اللي بتدخل في عمليات الجلايكولوسيس، لانه كل الخلايا بتحتاج لانرجي، وبالتالي كل الخلايا بتحتاج للانزيمات اللي بتدخل في عمليه الجلايكولوسيس، وبالتالي يجب ان تكون هذه الجينات تيرن اون في كل مين؟ في كل التيشوز وكل الخلايا، لانه كل الخلايا بتحتاج لانرجي. طبعا انا معطيك هنا اللي هو صوره موضح لك فيها انواع طبعا الجين، وين بيحصل له عمليه، او الجين وين بيحصل له عمليه اكسبريشن، وايه الاختصار بتاعه، ايه انواع الخلايا اللي بيحصل لها، والطريقه اللي طبعا عملوا فيها ايدنتيفيكيشن لهذا الجين، وهل هذا الجين low tissue specificity ولا high، هل هو متخصص في تيشو معين أو لا. حبعت لكم برضو، أرفق لكم الموقع هذا مع الموقع بتاع الـ RNA editing للناس اللي بتحب تستزيد وتتعرف على هذه المواضيع بالتفصيل إن شاء الله، واللي حب تكمل طبعا في البيوانفورماتكس زي ما قلت لكم قبل كده. طيب بالنسبة للـ housekeeping genes، الـ housekeeping genes زي ما اتفقنا إنه هذه الجينز بيحصل لها عملية expression في different cells وفي different tissues، وباستمرار بيحصل عملية expression لهذه الجينز عشان تعطيني البروتينز، وبالتالي بيحصل عملية expression بشكل continuous لهذه الجينز. طبعا الجينز هنا في التابعة للهاوسكيبنج جينز لها ميزة أو خاصية، إنه هذه الجينز لا تحتوي على الكات والتاتا بوكس اللي هي اللي اتكلمنا عليها قبل كده، اللي موجودة في البروموتر ريجون، سواء كانت في الكور بروموتر أو البروكسيمال بروموتر، وإنما البروموتر بتاع هذه الجينز بيحتوي على، أعتبر هاي الريجن هي عبارة عن البروموتر، بيحتوي على الداينيوكليتايد اللي هي عبارة عن السيتوزين والجوانين. سيتوزين جوانين، تمام، داي نيوكليتايد من السيتوزين والجوانين. واحد سي جي، تمام، وكذلك الحال نعمل كومبلمنتري ستراند سي جي سي، وهنا طبعا جي سي جي سي. اوكي، اذا البروموتر بتاع الهاوس كيبنج جينز بيكون ريتش بداي نيوكليتايد سيتوزين وجوانين، وبيكون ليك للكات والتاتا بوكس اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. بيحصل عملية اكسبريشن لهذا الجين، وبالتالي بينتج لي البروتينز، تمام. اذا البروموتر بتاع الهاوس كيبنج جينز يحتوي على داي نيوكليتايد اللي هي السي والجي. بيشبه هذا البروموتر موجود في البي ار سي اي 1 جين، اللي هو بينتج لي نوع من انواع البروتينز اسمه بي ار سي اي 1 بروتين. هذا البروتين بيتم عملية الاكسبريشن بتاعه في طبعا السيلز اللي موجودة في البريست، وبالتالي هذا البروتين له دور في عمليات او involved in اللي هو الـ DNA repairing mechanism، في عمليات اصلاح الـ DNA لما يكون في الـ DNA damage. اسم هذا البروتين هو عبارة عن breast cancer type 1 susceptibility protein. هذا البروتين involved في عمليات الـ DNA repairing، لما بيكون في damage في الـ DNA الميكانيزم بتاعت الـ repairing، أحد هذه البروتينات اللي بتساهم فيها هو عبارة عن الـ breast cancer type 1 susceptibility protein، تمام. الآن هتكلم بس عن طريقة الـ inactivation لهذا البروموتر، لأنه بالشكل الواضح أمامنا هنا، بالشكل الواضح أمامنا قدامنا الجين أكتيف، لكن إزاي بيحصل إن أكتيفيشن لهذا النوع من الجينز، وبالتالي
البروموتر بيكون ان اكتف بروموتر او بيخلي الجين ان اكتف جين، طبعا نتيجه لعمليه هي بسميها الميثايليشن اللي بتحصل على السيتوزين. يعني اذا حصل على السيتوزين هنا حصل له ميثايليشن او ميثيليشن، يعني تم اضافه ميثيل جروب على السيتوزين في هذه الداينيوكليتايد في البروموتر، بيصبح الجين ان اكتف جين، يعني لن ينتج البروتين. ناخد كده الاستراكشر بتاع السيتوزين مره تانية. نرقم السيلز او نرقم سوري الذرات الاتومز هنا، 1 2 3 4 5 6، ده عبارة عن السيتوزين. السيتوزين في هذه الحالة unmethylated، فبالتالي طول ما السيتوزين في الداينيوكليتايد في البروموتر unmethylated يبقى الجين اكتف، يبقى الجين حينتج لي بروتينز. تمام. وما ينطبق على البروموتر هنا في الهاوس كيبنج جينز ما ينطبق على البي ار سي اي 1 جين اللي موجود في السيلز في طبعا البريست والاذر تيشوز. تمام. الان لو حصلت عمليه ادنج لميثايل جروب لميثيل جروب على ال 5 كربون اتوم اللي هي رقم 5 هنا، ذرة كربون رقم 5، تم اديشن للسي اتش 3 الميثيل جروب بواسطة نوع من الانزيمز اسمه ميثيل ترانسفيريز، وهي عبارة عن كلاس من الانزيمز. هذه كلاس من الانزيمز بتعمل ميثيليتد للذير سبستانس، يعني بتعمل ميثيليتد لو عندي السيتوزين هو السبستريت اللي هي بتشتغل عليه، فبالتالي هتعمل ميثيليشن لهذه السبستريت اللي هو السيتوزين. فبيصبح اسم السيتوزين بعد ما يتم إضافة الميثيل جروب على الفايف كربون أتوم بيصبح اسمه فايف، أو الفيفث كربون أتوم بيصبح اسمه فايف ميثيل سيتوزين. تمام، بتكملوا عندكم. لما تضاف ال N و CH3 على السيتوزين بيصبح الجين inactive وبالتالي لن ينتج بروتين. إذا لو حصل هنا، لو اعتبرنا إنه ده الجين الثاني وهنا السيتوزين وهنا أصبح methylated السيتوزين، فبيصبح الجين inactive. طيب لو عملية الانactivation هاي حصلت في جين مهم، وهذا الجين اللي هو عبارة عن ال BRCA1 جين اللي هو عبارة عن tumor suppressor جين، يعني بيعمل تثبيط لأنه يحصل كانسر في هذه الخلية، لو حصل inactivation لهذا الجين يبقى حيتحول او تتحول الخليه لكانسر، لانه طالما الجين المسؤول عن تثبيط الكانسر حصل له ان اكتيفيشن يبقى الكانسر حينشط بالمنطق يعني. اذا فبالتالي انا عندي هنا بتتحول الخليه لكانسر سيل، ومن هنا بتصبح اللي هو او بتكون البريست كانسر في حاله ما يحصل اللي هو ميثايليشن او ميثيليشن للسي للسيتوزين اللي موجوده في البروموتور بتاع البي ار سي اي 1 جين. تمام. اللي هنستفيده طبعا من هذه السلايد انه الهاوس كيبنج جينز هي عباره عن جينات بيحصل لها عمليه اكسبريشن في معظم التيشوز اللي موجوده في
اللي هو different parts of our body. طبعا هذه الجينز البروموتر بتاعها ليك للكات بوكس والتاتا بوكس، ولكن هذه البروموترز بتحتوي على الداينيوكليتايد اللي هي السي والجي في البروموتر بتاعها. اذا حصل عملية ميثيليشن للسيتوزين فبيصبح الجين inactive، لكن ان كانت السيتوزين unmethylated فبيكون الجين active. بسمي هذه السايتس اللي هي بتحتوي على السي جي بسميها سي بي جي ايلاند. تمام، ليه سميتها سي بي جي؟ اوضح لك، لانه السي والبي، نغير الكلر بس، السي والجي على نفس الستراند، يعني سي فولود باي جي، سي فولود باي جي، سي فولود باي جي، سي فولود باي جي. بين السي والجي اتفقنا انه في عندي فوسفوداي استر بوند، الفوسفوداي استر بوند هي بتحتوي على الفوسفيت، فبالتالي سيتوزين، بعدين الفوسفيت من الفوسفوداي استر بوند، بعدين الجوانين. فانا بتكلم على the same strand، يعني الجي followed by او السي followed by الجي at the same strand او in the same strand، يعني انه انا لا اتحدث عن الكومبلمنتري السي والجي اللي بينهم 3 هيدروجين بوندز، لا انا مش بتكلم عن دول، انا بتكلم عن السي والجي على نفس الستراند، يعني اللي هم مرتبطين بالفوسفودايستر بوند، مش بتكلم على السي والجي الكومبلمنتري تو ايتش اذر اللي هم مرتبطين بالهيدروجين بوندز بثري هيدروجين بوندز، لا انا بتكلم على السي فولود باي الجي ومرتبطين مع بعض بالفوسفودايستر بوند، عشان كده سميته سي بي جي ايلاند. تمام، فهذا النوع من البروموترز هو اللي موجود على او معظم هذه الهاوس كيبنج جينز بتحتوي هذا النوع من البروموترز، وبالتالي هي باستمرار طالما السيتوزين انميثيليتد باستمرار بيحصل لها عملية اكسبريشن، لكن اذا حصل ميثيليشن للسيتوزين بتصبح هذه الجينز inactive، وبالتالي طبعا بيحصل داون ريجوليشن للجين لو كانت السيتوزين عليها ميثيل جروب. طبعا هنتكلم عن طبعا الميثيليشن بعد كده، ولكن لح تفهموا او افهم لي الكلام اللي انا بتكلم اللي اتكلمته الان، ولكن احنا في المحاضرات القادمه ان شاء الله رب العالمين هنتكلم عن طبعا الدي ان اي ميثيليشن بمور ديتيلز. طيب قبل كده عرفنا طبعا الجينز انه الجين هو عبارة عن part من الـ DNA، هذا الجزء من الـ DNA synthesis a product، وقلنا كلمة product عشان واتفقنا عشان انه عندي بعض الجينز بتعطيني بروتين هو بيكون البرودكت الفاينل برودكت بتاعها، وبعض الجين التانية البرودكت بتاعها بيكون just only RNA، وبالتالي ما رضيناش نقول انه الجين هو عبارة عن مين، عبارة عن بارت من الدي ان اي بيديني بروتين، وانما قلنا بيديني برودكت او الفاينل برودكت بتاعه، ما رضيناش نحدده عشان انه انا في عندي بعض الجينز بيكون الفاينل برودكت بتاعها بروتين، والفاينل برودكت واذرز بيكون الفاينل برودكت بتاعها عبارة عن ار ان اي. فبالتالي اكوردنج للبرودكت لنوع المنتج اللي ناتج من الجين، انا بقسم الجينز لتو تايبس. النوع الأول هو عبارة عن protein coding genes، تمام؟ والنوع إذا protein coding genes هتكملها أنت، تمام؟ وعندي الـ other type هو عبارة عن مين؟ non coding RNA genes اللي هي موضوعنا اليوم. يعني هذه الجينات بتعطيني RNA، ولكن الـ RNA مش هيعمل لي كودينج أو ترانسليشن لبروتين. إذا أنا عندي two types من الجينز according للبرودكت بتاعها. إذا كان البرودكت بتاعها بروتين بسمي هذه الجينز protein coding genes، أما إذا كان البرودكت بتاعها RNA بسميها non coding RNA genes. أوكي، إذا الـ non coding RNA genes هي عبارة عن جينز الفاينل برودكت بتاعها هو عبارة عن RNA.
تكلمنا قبل كده عن انه انا عندي عدد البروتين كودينج جينز، او تقريبا بتمثل لي البروتين كودينج جينز من الهيومن جينوم 1.5% من الهيومن جينوم كانت عباره عن بروتين كودينج جينز، اذا انت فاكر معي الرسمه اللي رسمناها لا ريبيتيتيف دي ان اي. طبعا واتفقنا انه الكودينج او البروتين كودينج جينز كانت اراوند 20,000 to 30,000 جينز او بروتين كودينج جينز، يعني من حوالي 20,000 ل 30,000 بروتين كودينج جينز موجود على هيومن جينوم. بالنسبه للنون كودينج ار ان اي جينز تقريبا برضو تحتوي، او الهيومن جينوم بيحتوي من 20,000 ل 25,000 نون كودينج ار ان اي جينز. تمام، ف البرودكت بتاع هذه الجينز اللي هي النون كودينج ار ان اي جينز حيكون نون كودينج ار ان اي، فبالتالي هذا الار ان اي مش هيحصل له عمليه ترانزليشن، فبنسمي هذا النون كودينج ار ان اي الابريفيشن بتاعه هو عباره عن مين؟ عباره عن ان سي ار ان ايز، نون كودينج ار ان ايز. عندنا اكزامبل طبعا الكروموزوم 11، الكروموزوم 11 طبعا بيحتوي على طبعا 1300 بروتين كودينج جينز، اما بلس او بالاضافه الى حوالي 1000 نون كودينج ار ان اي جينز. تمام، اذا انا في عندي جينات بيحصل لها عمليه ترانسكريبشن لنون كودينج ار ان ايز، وهذه الجينات بسميها نون كودينج ار ان اي جينز. طيب اكوردنج الان للار ان اي، لو هنقسم الار ان ايز الان خلينا نقسمهم بشكل مبدئي الـ RNAs إلى two types. أول نوع، لأن أنا بتكلم على الـ RNAs بشكل عام، عندي الـ messenger RNA وعندي other RNAs. إذا عندي المسنجر ار ان اي وعندي الاذر ار ان ايز. المسنجر ار ان اي ببساطه هو الار ان اي اللي هيحصل له عمليه ترانزليشن لبروتين. تمام، اما الاذر تايبس من الار ان اي او الاذر ار ان ايز ما بيحصل لهاش ترانزليشن لبروتين. اوكي، الان احنا هناخد طبعا الليكتشر الان كلها هتكون عن الاذر تايب اللي هو الاذر ار ان ايز. تمام، نتكلم عن انواع الار ان اي اللي هي عباره عن نون كودنج ار ان اي. عندنا الترانسفير ار ان اي قبل كده اتكلمنا عليه، والريبوزوم ار ان اي اتكلمنا انه الترانسفير ار ان اي هو عباره عن تايب من الار ان اي which brings the correct or right amino acid على الريبوزوم عشان يحصل عملية synthesis للبروتين من خلال اللي هو عملية binding لل different types أو لل different types of amino acids عشان تعطيني في النهاية ال product اللي هو البوليبيبتايد. فالترانسفير RNA هو عبارة عن RNA which bring the correct amino acid للريبوزوم عشان تحصل عملية الترانسليشن. والريبوزوم الـ RNA كلنا بنعرف انه واتكلمنا عليه قبل كده هو عبارة عن تايب من طبعا الـ RNA، وهو الـ main component او الـ principal component او الـ principal catalytic component للريبوزوم اللي هو المسؤول عن عملية الترانسليشن للمسنجر RNA. كمان عندنا اكزامبل تانية على الاذر ار ان ايز اللي هي ما بيحصل لهاش عمليه ترانزليشن لبروتين، وهو عباره عن مين؟ عباره عن السمول نيوكليير ار ان اي اللي اتكلمنا عليه قبل شويه في طبعا السبلايسوزوم اللي هي السمول نيوكليير ار ان اي اللي هي بتكون لي السبلايسوزوم اللي بيعمل عمليه سبلايسنج للبريكرسر مسنجر ار ان اي، و طبعا بيعمل عملية joining للإكسونز مع بعضها البعض وريموفينج للإنترونز. فبالتالي هذا النوع سميناه وتكلمنا عليه قبل شوية وهو عبارة عن small nuclear RNA، لأنه بيعمل طبعا small nuclear RNA بيشتغل على مين؟ على المسنجر RNA. طيب الآن الريبوزومال RNA لما بيحصل له عملية ترانسكريبشن
بينتج عندي كبري. يعني مش عايز اطول عليك هنا عشان ما نطولش كتير في المحاضرة. بيطلع عندي بري رايبوزومال ار ان اي، تمام، وبتحصل عليه عمليات سبلايسنج. اللي بيشارك في عمليات السبلايسنج بتاعت اللي بيشارك في عمليات السبلايسنج بتاعت البري رايبوزومال ار ان اي هو عباره عن نوع تاني من الار ان ايز، ليس السمول نيوكليير ار ان اي وانما السمول نيوكليولر ار ان ايز، اس ان او ار ان ايز، تمام، بيشارك في عمليات السبلايسنج والموديفيكيشنز اللي بتحصل على الرايبوزومال طبعا او على البري رايبوزومال ار ان ايز. عندنا كمان نوع اخير هنتكلم عليه وهي بسميها اللونج نون كودينج ار ان ايز. طبعا هي بتلعب دور مهم جدا في عمليات الجين ريجوليشن والجين سايلنسنج وفي الهيومن ديزيزز، وحناخد اكزامبلز طبعا في السلايد اللي جاي. طيب هناخد اكزامبل على النون كودينج ار ان ايز اللي هو المايكرو ار ان اي. طبعا احنا مش هندخل في ديتيلز كتيره سواء في المايكرو ار ان اي او الترانسفير ار ان اي، ان شاء الله رب العالمين هنكون في اخر الترم هنعمل محاضره نتكلم فيها عن الاشياء اللي مور ادفانسد كده ليور نولج، بس مش اكتر من كده. فلكن خلينا نتكلم على المايكرو ار ان اي يعني بنوع من التوضيح. يعني في البداية المايكرو ار ان اي بيحصل له عملية ترانسكريبشن من جين عادي جدا، زي ما اللي هو المسنجر ار ان اي بيحصل له عملية ترانسكريبشن من جين او من دي ان اي. ففي البداية بينتج عندي اللي هو البري ماتيور ام اي ار ان اي اللي هو نفس الفكرة اللي بتحصل عندي في المسنجر ار ان اي. يعني لو كان هنا عندي الدي ان اي وحصل عملية ترانسكريبشن للمايكرو ار ان اي، فبينتج عندي المايكرو ار ان اي على هيئة بري مايكرو ار ان اي، تمام، اللي هو المفروض يحصل عليه طبعا بروسيسنج ام اي ار ان اي. لاحظ معي انه هنا في فرق بينه وبين المسنجر ار ان اي، تمام، فبينتج على هيئة البري ام اي ار ان اي، بيكون عبارة عن دبل ستراندد ار ان اي موليكيول، وطبعا بيحتوي على الهيربن ستراكتشرز. بتحصل عمليات بروسيسنج وماتوريشن للبري ام اي ار ان اي بواسطه مجموعه من الانزيمز. هذه المجموعه من الانزيمز بنسميها الدايسر، دي اي سي اي ار دايسر. وبعد كده بيعطيني الماتيور مسنجر ار ان اي اللي هو او انا اسف الماتيور ام اي ار ان اي، الماتيور ام اي ار ان اي، وبيكون عباره عن سنجل ستراند زي ما انت شايف هنا، وبيتكون من حوالي طبعا 22 نيوكليوتايد في اللينث بتاعه، تمام، وبيكون مرتبط مع نوع من البروتينز اسمه الارجونيت بروتين. اوكي، اذا ده عباره عن مين؟ عباره عن الارجونيت بروتين. تمام، وحنتعرف الان على وظيفه الارجونيت بروتين وعلى الام اي ار ان اي. فما هي وظيفه او الفانكشن بتاع او بلاي او الام اي ار ان اي بلاي اكي رول في عمليات الجين ريجوليشن وعمليات الجين سايلنسنج بالطريقه التاليه، انه الماتيور ام اي ار ان اي بعد ما بتحصل عمليه ترانسكريبشن للجين للبروتين كودينج جين، عندي هنا جين وحصل له عمليه ترانسكريبشن ل mRNA للمسنجر RNA، والمسنجر RNA طبعا حصل له ترانسبورتينج على السيتوبلازم عشان تحصل عملية الترانسليشن على الرايبوزوم، تمام. زي ما احنا عارفين انه عملية الترانسليشن بتتم انه المسنجر RNA بيكون عبارة عن سنجل ستراندد RNA، وبالتالي الرايبوزوم بيبدأ يقرأ النيوكليوتايدز اللي موجودة على
المسنجر ار ان اي بيبدا يقرا في النيوكليوتيدز الموجوده على المسنجر ار ان اي اللي هو عباره عن سنجل ستراند، وبيبدا يجي لترانسفير ار ان اي المناسب الذي يحمل الامينو اسيد طبعا المناسب للكود اللي موجود على المسنجر ار ان اي، وبتبدا عمليه تكوين البروتين او البروتين سينثيسيس. طيب الان لو ازاي وظيفه الام اي ار ان اي في انها تعمل ريجوليشن للبروتين سينثيسيس او تعمل اللي هو عمليه سايلنسنج للبروتين سينثيسيس؟ بنقول لك انه اول طريقه بانه بيرتبط الام اي ار ان اي على المسنجر ار ان اي، لانه طبعا انت بتلاحظ معايا انه اللينث بتاع الام اي ار ان اي عباره عن 22 نيوكليوتايد، فبالتالي بالسهل او من السهل انه يكون كومبلمنتري للمسنجر ار ان اي اللي موجود، وبالتالي بيكون دبل ستراندد ار ان اي، واحد من الام اي ار ان اي والثاني من المسنجر ار ان اي، يعني واحد من المايكرو ار ان اي اللي هو هنا والستراند الثاني من المسنجر ار ان اي، فبالتالي لما الريبوزوم بيحصل عمليه موفمنت على along المسنجر ار ان اي حيواجه دبل ستراندد ار ان اي، فبالتالي مش هيقدر يعمل عمليه ترانسليشن لهذا المسنجر ار ان اي، وبالتالي احنا عملنا عمليه ريجوليشن للبروتين سينثيسيس. تمام، اذا عمليه الريجوليشن بالتالي انه لما نوصل للنورمال رينج من البروتين بعض انواع الجينز بيتم التحكم فيها، او بعض انواع اللي هو البروتين بيتم التحكم في عمليه الترانسليشن بتاعها بواسطه المايكرو ار ان اي، بحيث انه المايكرو ار ان اي او الماتيور مايكرو ار ان اي بيرتبط مع المسنجر ار ان اي وبيعمل دبل ستراندد ار ان اي، وبالتالي الريبوزوم مش هيقدر يكون البروتين مره ثانيه، ومن هنا بيكون احنا وصلنا للنورمال اماونت من البروتين في السيل وعملنا ريجوليشن لعمليه السينثيسيس. اذا اول طريقه من او احدى الطرق اللي بيتحكم فيها المايكرو ار ان اي في عمليه الترانسليشن بانه بيكون او فورم دبل ستراندد طبعا ار ان اي، واحد من هذه الستراند هو عباره عن الماتيور مايكرو ار ان اي والثاني هو عباره عن الماتيور مسنجر ار ان اي، وبالتالي الريبوزوم لن يستطيع تخليق اللي هو مين مور بروتين من هذا المسنجر ار ان اي. كمان الارجونيت بروتين اللي هو متصل ومرتبط مع الماتيور مسنجر ار ان اي له القدره على عمليه كت للمسنجر ار ان اي، وبالتالي انت كده عملت ديجراديشن للمسنجر ار ان اي، وبالتالي الريبوزوم لن يستطيع عمل ترانسليشن لهذا طبعا المسنجر ار ان اي. اذا احنا في عندنا معلومات مهمه عن المايكرو ار ان اي. اول حاجه انه المايكرو ار ان اي عباره عن 22 بيز بير في اللينث بتاعه، بلاي اكي رول في عمليه اللي هو طبعا الترانسليشن او البوست ترانسكريبشن ريجوليشن، بانه يتحكم في عمليه الترانسليشن او بعد عمليه الترانسكريبشن اللي هي عباره عن عمليه الترانسليشن، من خلال انه اما بيكون دبل ستراندد ار ان اي مولكيول مع المسنجر ار ان اي، وبالتالي بيعمل بريفنتنج للريبوزوم انه يوصل للجينيتك كود او لا يوصل لمين للكودونز اللي موجوده على المسنجر ار ان اي، وبالتالي بيعمل ريجوليشن طبعا او سايلنسنج لهذا الجين او لهذا المسنجر ار ان اي اللي هو ناتج من جين، وبعد كده طبعا ممكن بالطريقه الثانيه بانه هو اصلا بايند مع ارجونيت بروتين، وهذا الارجونيت بروتين له القدره على انه يعمل عمليه كت طبعا المسنجر ار ان اي، وبالتالي بيعمل عمليه تحكم في عمليه انتاج البروتين. هذا كان بالنسبه للمايكرو زي ما احنا تكلمنا، هو بيعمل داون ريجوليشن للعديد طبعا من اللي هو الجينز والبروتينات التي يتم انتاجها من هذه الجينات بواسطه انه يا اما بيكون لي دبل ستراندد طبعا ار ان اي، او انه بيعمل كت للمسنجر ار ان اي. طبعا المايكرو ار ان اي طبعا بتدخل فيه طبعا كثير من او حوالي 30% من او بتعمل ريجوليشن لحوالي 30% من البروتين كودينج جينز. كمان الميوتيشن، لو حصل ميوتيشن في المايكرو ار ان اي، الان لو حصل ميوتيشن، لو انا عندي جين وعايزين خلاص وصلنا للنورمال اماونت من هذا المسنجر ار ان اي في السيل، والان المفروض انه ما يحصلش عمليه اكسس من انتاج هذا البروتين في هذه السيل،
فالمفروض بيحصل عملية بايندينج للمايكرو ار ان اي على المسنجر ار ان اي. طب لو كان المايكرو ار ان اي اصلا مفهوش او في ميوتيشنز هنا حصلت على الكومبلمنتري ستراند اللي بيرتبط مع المسنجر ار ان اي، فبالتالي هذا المايكرو ار ان اي لن يرتبط مع المسنجر ار ان اي، وبالتالي حيضل عملية السينثيسيس لهذا البروتين بشكل كبير، وبالتالي حيؤدي الى طبعا ديزيزز والى كانسرز. ان شاء الله رب العالمين في المحاضرة اللي حنعملها الاضافية حنتكلم على موقع اسمه تي سي جي اي، ومن خلال هذا الموقع حنتعرف على الديفرنت جينز اللي بيحصل لها عملية ريجوليشن بواسطة المايكرو ار ان اي، وازاي احنا ممكن نعرف انهي جو تيرم ممكن يدخل فيها المايكرو ار ان اي. هل بيدخل في طبعا في عمليات التحكم في السيلولار فانكشنز، هل بيتحكم في وهكذا يعني. فطبعا المايكرو ار ان اي هو نوع مهم جدا من النون كودينج بروتينز، من نون كودينج ار ان اي جينز، مهم جدا في عمليات الجين ريجوليشن، وخصوصا في البوست ترانسكريبشنال ريجوليشن بعد ما يتم عمليه الترانسكريبشن، يا اما بيعمل عمليه ديجراديشن او بيعمل عمليه سايلنسنج عن طريق الدبل ستراندد ار ان اي مولكيول اللي هيتكون من الماتيور ماسنجر ار ان اي او من الماتيور مايكرو ار ان اي. الان احنا يعني تعرضنا لكثير من الطرق اللي بيحصل فيها عمليه ريجوليشن للجين، زي انه الترانسكريبشن فاكتورز، الريجوليتوري اليمنتس، طبعا المايكرو ار ان اي او الانواع المختلفه من النون كودينج ار ان ايز. تمام؟ فطبعا انت حاول ترسم في دماغك سكيما تحط فيها بعض الاشياء، زي مثلا كمان عمليه الميثيليشن للجي للسي للسي بي جي اللي هي طبعا ايلاند اللي بتكون موجوده في البروموتر. اذا احنا في عندنا كثير من الطرق اللي بتعمل ريجوليشن للجين اكسبريشن، اللي بتعمل تيرن اون وتيرن اوف للجينز المختلفه، وبالتالي بيطلع عندي ديفرنت تايبس اوف سيلز وديفرنت تايبس طبعا اوف تيشوز اللي لها ديفرنت فانكشنز. تمام؟ طبعا لسه مكملين في الاكزامبلز اللي حناخدها على النون كودينج ار ان ايز. بعد ما تكلمنا عن المايكرو ار ان اي حنتكلم الان عن الترانسفير ار ان اي. فالترانسفير ار ان اي هو عباره عن نوع من النون كودينج ار ان ايز، ولكن هذا الار ان اي طبعا ما بيحصلوش عمليه ترانزليشن، وانما هو يساهم في عمليه الترانزليشن، لكن هو itself كمولكيول ما بيحصلوش عمليه الترانسليشن. فبالتالي طبعا السايز بتاع الترانسفير ار ان اي تقريبا 76 نيوكليوتايد. الفانكشن بتاعته طبعا انه زي ما انت ملاحظ معايا في الصوره هنا، كل واحد من الترانسفير ار ان اي اللي لونها طبعا باللون البلو بيكون حامل مع الامينو اسيد المختلف، وطبعا bring this correct او right amino acid على الريبوزوم according للنيوكليوتايد سيكونس بتاع المسنجر ار ان اي. ففي البدايه المسنجر ار ان اي هو اللي بيرتبط على الريبوزوم، بعد ما بيرتبط على الريبوزوم المسنجر ار ان اي بروفايد النيوكليوتايد سيكونس المهم من اجل طبعا عمليه تحديد الامينو اسيدز اللي حتكون البوليبيبتايد. فزي ما انت ملاحظ معي هنا الترانسفير ار ان اي كل واحد منهم بيحمل طبعا ديفرنت امينو اسيد، بيرتبط على الريبوزوم مع المسنجر ار ان اي، وبيحصل عمليه بايندينج للديفرنت امينو اسيدز عشان تكون لي الجروينج بوليبيبتايد تشين اللي هي طبعا الصوره النهائيه للبروتين كودينج جينز. فبالتالي الترانسفير ار ان اي بيزودني، او هو عباره عن المولكيولر لينك بتوين النيوكليوتايد سيكونس اللي هي محموله على المسنجر ار ان اي والبروتين طبعا والامينو اسيد سيكونس اللي هو بتاع الترانسليتد بروتين. فكل طبعا ترانسفير ار ان اي بيحمل نوع معين من الامينو اسيدز، وحنتكلم عليها طبعا بالتفصيل في السلايدز اللي جايه. في عندي طبعا اشكال للترانسفير ار ان اي، اما بياخد شكل الكليفر ليف اللي هو بيشبه ورقه نبات البرسيم سكندري ستراكشر، او بياخد ال شيب تيرشري ستراكشر اللي هم جايين في السلايد. فزي ما انت ملاحظ معايا هنا الكليفر ليف سكندري ستراكشر، وهنا ال شيب تيرشري ستراكشر بتاع لترانسفير ار ان اي.
الآن بعد ما انتهينا من أنواع الـ RNA اللي ما بيحصل لهاش عملية ترانسليشن لبروتين، الآن حنتكلم عن طبعا حنكمل في المسنجر RNA اللي هو بيحصل له عملية ترانسليشن لبروتين، وندخل في عملية الترانسليشن. ففي البداية حنتكلم عن إشي اسمه كودون، أو حنتكلم عن الكودونز. في البداية لو اعتبرنا إنه هذا عبارة عن مسنجر RNA، النيوكليوتايد سيكونس اللي موجود على المسنجر RNA هي عبارة عن مثلا A U G، وبعد كده طبعا هي جنب بعض المفروض، بس يعني عشان احنا نكون واضحين في الرسم عشان ما تدخلش الكلمات او الحروف على بعض. بعد كده مثلا G U U طبعا، وكمل طبعا نيوكليوتايد سيكونس. اوكي الان ده عبارة عن الماتيور ماسنجر RNA، انعمل له عمليات الموديفيكيشنز اللي اتكلمنا عليها كلها، واصبح عندي الماتيور ماسنجر RNA وحصل له ترانسبورتنج على السيتوبلازم. لان احنا في السيتوبلازم نتكلم، فالماتيور ماسنجر RNA بيحتوي او بيحمل الان النيوكليوتايد سيكونس. كل 3 نيوكليوتايدز، كل 3 نيوكليوتايدز على الماسنجر RNA بسميها كودون. اذا كل 3 نيوكليوتايد adjacent 3 base pair بسميها كودون. اذا كل 3 نيوكليوتيدات متجاورة على المسنجر RNA بسميها كودون. وطبعا الكودونز هاي بتمثل الامينو اسيدز، فهي عبارة عن ايه؟ عبارة عن المكان او عبارة عن الحروف اللي حيرتبط عليها الترانسفير RNA على الريبوزوم عشان يعني توجه انهي ترانسفير RNA يجي يرتبط على الكودون اللي هنا على الثلاثة النيوكليوتايد اللي هنا، وبالتالي هذا اللي ترانسفير RNA بيكون حامل الامينو اسيد المناسب لهذه الثري كودونز. تمام، فبالتالي كل ثلاثة نيوكليوتايد موجودين على المسنجر RNA بسميها كودون. فمثلا عندك الاي يو جي بيمثل لي الامينو اسيد اللي هو الميثيونين. تمام، فبالتالي حيرتبط على الكودون اللي هنا لترانسفير RNA اللي حيكون حامل الامينو اسيد اللي هو عبارة عن مين؟ عبارة عن الميثيونين. اذا هنا حيكون الميثيونين. راح نتكلم عن هذه البروسيس في السلايدز اللي جاية. اذا في البداية كل 3 امينو اسيد او كل 3 نيوكليوتايد موجودة على المسنجر RNA او على الماتيور مسنجر RNA بتمثل لي كودون. اذا ايه الكودون؟ هو عبارة عن ال 3 adjacent bases on الماتيور مسنجر RNA، وبسميها كودون. والكودون بيمثل او ريبريزنت امينو اسيد معين بيكون محمول على الترانسفير RNA. اذا عرفنا كيف المسنجر RNA، لما كنا دائما نقول الجمله انه المسنجر RNA فاينلي بيحدد ديترماين الامينو اسيد سيكونس في البوليبيبتايد، لانه بيحمل الكودونز. لما كنا بنتكلم على اذا فاكرين الجينيتيك كود اللي هي عبارة عن النيوكليوتايد سيكونس، اذا الجينيتيك كود اللي كان موجود على الدي ان اي حصل له عملية ترانسكريبشن على المسنجر RNA، اصبح كل 3 نيوكليوتايد على المسنجر على الماتيور مسنجر RNA اسمها كودون. كل كودون من هذه الكودونز اللي موجودة على المسنجر RNA بيمثل لي نوع من انواع الامينو اسيدز المحمولة على الترانسفير RNA. فبالتالي توقعاتك لعدد الكودونز هيكون ازاي؟ انا عندي 4 نيوكليوتايدز. طيب الاربع نيوكليوتايدز هاي بدي اقسمها على
ثلاثة نيوكليوتايد في كل كودون، فحيكون عبارة عن أربعة نيوكليوتايد لكل ثلاثة نيوكليوتايد بتمثل كودون، إذا 4 أس 3 بيديني 64 طبعا different codons. تمام، إذا أنا عندي 64 codons بتمثل لي الجينيتيك كودز. إذا الجينيتيك كودز أو الجينيتيك كود هو عبارة عن مين؟ عبارة عن ال 64 كودون، اللي هي كل كودون من هذه الكودونز بيتكون من 3 adjacent nucleotides محمولة على ال mature messenger RNA، وهي التي تحدد ال final structure أو ال structure بتاع البروتين، بتحدد ال structure بتاع البروتين. طبعا عندنا ال mature messenger RNA زي ما انت ملاحظ انه كل 3 نيوكليوتايد على ال mature messenger RNA بتمثل لي امينو اسيد مختلف. طبعا الكودونز، واحد من هذه الكودونز بنسميه ستارت كودون، اللي هو الستركتشر او النيوكليوتايد سيكونس بتاعه عباره عن A U G، وهو بيمثل لي الميثيونين اللي هو عبارة عن أول أمينو أسيد دائما بيكون موجود في البروتين. إذا في عندي ستارت كودون اللي هو أول كودون بتحصل له عملية ترانسليشن لأمينو أسيد، هو عبارة عن الـ AUG وهو يمثل لي الميثيونين. ثم بعد ذلك بنلاحظ أنه إحنا في عنا طبعا سيكند كودون وبيمثل لي البرولين والسيرين وهكذا. في عندي 3 كودونز، 3 كودونز، هاي الكودونز لما بيوصلها هي بتمثل سيجنال، بتمثل إشارة، لما بيوصلها الريبوزوم بتحصل عملية تيرمينيشن، عملية ستوب، عملية إيقاف لعملية الترانسليشن. هذه الستوب كودونز مهم جدا تحفظ لي الستركتشر بتاعها، هي والستارت كودون. الستوب كودونز هي عبارة عن ثلاثة ستوب كودونز، عندي 3 ستوب كودونز. الستركتشر بتاعها هو عبارة عن الـ UAG، إذن الـ Nucleotide Sequence بتاعها واحد منهم هو عبارة عن الـ UAA، إذن في عندي الـ UAA اللي هو عبارة عن يوراسيل أدينين أدينين، بعدين الثاني عبارة عن يوراسيل أدينين جوانين اللي هو UAG. طب هات نكتبهم أحسن، إذا أنا عندي الستوب كودونز هكتب لك إياهم هنا، عبارة عن الـ UAA ثم الـ UAG بعد كده الـ UGA. تمام؟ إذا هذه الكودونز بسميها ستوب كودونز، وعند هذه الكودونز لما بيوصل للريبوزوم بيعمل عملية termination وانتهاء لعملية الترانسليشن. هذا خلينا هنا هو stop. اوكي، عندي الستوب كودونز. الستارت كودون هو اول كودون بيحصل له عملية ترانسليشن وبيمثل لي الميثيونين، والميثيونين هو عبارة عن اول امينو اسيد في الجروينج بوليبيبتايد من ناحية الان تيرمينوس. تمام، هذا بالنسبة للستارت كودون والستوب كودون. الستارت كودون مهم جدا تعرف لي النيوكليوتايد سيكونس بتاعه، هو عبارة عن الـ AUG، عبارة عن الـ AUG أدينين يوراسيل جوانين. تمام، طبعا هنا الجينيتيك كود، كل طبعا نيوكليوتايد سيكونس كل كودون وبيمثل طبعا الامينو اسيد المختلف. فمن الملاحظ انه عندي قد يكون واحد من الامينو اسيدز له more than one codon، يعني زي ما انت مثلا ملاحظ هنا الليوسين مثلا له 6 codons، اذا الليوسين بيمثله 6 codons، يعني انا عندي 6 codons على المسنجر ار ان اي بتمثل لي واحد من الامينو اسيدز اللي هو الليوسين. وكذلك الحال الى بالنسبه للارجينين، فالارجينين والليوسين ليهم 6 codons
تمام. اذا انا عندي ممكن يكون واحد من الامينو اسيدز، واحد يعني سنجل امينو اسيد بيمثله مور ذان 1 كودون، وفي عندي امينو اسيدز فقط بيمثلها كودون واحد. نجيب البوينتر بس، زي الميثيونين اللي هو قبل شوية تكلمنا عليه في الستارت كودون، بيمثلوا فقط كودون واحد اللي هو عبارة عن الاي يو جي. كمان التريبتوفان بيمثلوا فقط كودون واحد اللي هو اليو جي جي، كويس. اما بالنسبة للستوب كودون زي ما انت ملاحظ معي، هاي ستوب كودون يو جي اي، وهنا عندنا كمان اثنين ستوب كودونز يو اي اي وعندنا يو اي جي. فهذه طبعا السكيما والجدول مهم بتاع طبعا الجينيتيك كود. انا مش عايزك تحفظه طبعا، انا عايزك اتليست تكون عارف الميثيونين هو عباره عن الستارت، او طبعا الكودون اللي بيمثل الميثيونين هو عباره عن الستارت كودون وهو عباره عن الاي يو جي. وعايزك تعرف انه عندي طبعا انه 1 امينو اسيد ممكن ريبريزنتد باي مور ذان 1 كودون، وتعرف انه انا في عندي الستوب كودونز هي عباره عن اليو اي اي واليو اي جي واليو جي اي. اوكي، هذه الاهم اشياء انا عايزك تعرفها من this table. طبعا زي ما قلنا انه مثلا عندي اليوسين والارجينين بيمثلهم 6 كودونز، زي ما قلنا انه الميثيونين والتريبتوفان بيمثلهم just single كودون. طبعا هنتكلم الآن عن 3 ستوب كودونز حكينا عليهم قبل كده، وعرفنا النيوكليوتايد سيكونس بتاعهم، وعندهم بتحصل عملية التيرمينيشن والإند أوف ترانسليشن. طيب عملية الترانسليشن زي ما اتفقنا دائما بتبدأ من عند الستارت كودون اللي بيمثل لي الميثيونين زي ما قلنا قبل شوية، والميثيونين هو أول كودون بيكون موجود في البوليبيبتايد، والميثيونين بيكون موجود جهة الـ N-terminus من البروتين. طبعا يعني إن شاء الله لو مش عارفين إيه يعني الـ N-terminus والـ C-terminus بقول لي، لكن أنتوا أكيد أخذتوها في البايوكيمستري. طبعا تكلمنا عن الانيشيتور كودون او الستارت كودون وهو عباره عن الاي يو جي. الان حناخد كمان الانتي كودون. طب احنا مش اتفقنا انه ده الماتيور ماسنجر ار ان اي وبيمثل لي او بيحمل الكودونز؟ طيب انا عندي الترانسفير ار ان اي اللي قبل شويه اتكلمنا عليه اللي هو كان بيعمل برينج للكوركت والرايت امينو اسيد على الريبوزوم اللي عليه الماسنجر ار ان اي اللي بيمثل هذا الامينو اسيد، مظبوط. في عندي جزء او ستراكشر في او طبعا سيجمنت من الترانسفير ار ان اي اسمها الانتي كودون. زي ما انت ملاحظ هنا في عندي الانتي كودون وهو عبارة عن 3 نيوكليوتايدز. هذه ال 3 نيوكليوتايدز كومبلمنتري للنيوكليوتايد سيكونس اللي موجود على المسنجر ار ان اي، فبالتالي حيرتبط الترانسفير ار ان اي على المسنجر ار ان اي اللي مرتبط مع الريبوزوم عشان يحصل عملية ادينج زي ما شفنا في الصورة المتحركة قبل شوية، وبيمثل لي الامينو اسيد المناسب للكودون اللي محمول على المسنجر ار ان اي. طبعا هنا مثلا زي ما انت ملاحظ عندي مثلا سي جي جي، ايه اللي حيكون الكومبلمنتري بتاعها؟ هنا حيكون جي سي سي، لانه اذا فاكر معايا لما اتكلمت على الانوسين اللي بيحصل عملية RNA editing وخصوصا في الترانسفير RNA، وطبعا بتكون في الدبل ستراندد RNA، وقلنا انه بيحصل عملية استبدال
او عمليه اللي هو الموديفيكيشن اللي بتحصل، او عمليه الار ان اي اديتنج اللي بتحصل على الار ان اي، وقلنا انه الاي الانوسين بيقرا على انه جي جوانين، فهذه بتمثل جوانين. طبعا خليك مركز في كل كلمه انا بكون قايلها يعني عشان تفضل طبعا متابع معايا. فهنا الانوسين هي بتمثل الجي، فبالتالي هنا حيكون الانتي كودون اللي موجود حيكون سي كومبلمنتري للكودون اللي هنا عبارة عن جي جي، وبالتالي الترانسفير ار ان اي اللي موجود هنا هو اللي بيحمل طبعا الالينين. اوكي، اذا الانتي كودون هو عبارة عن 3 adjacent nucleotides موجودة في الترانسفير ار ان اي، تمام، وهي كومبلمنتري لا للسبيسيفيك كودون اللي موجود على المسنجر ار ان اي. طيب الريبوزوم هو عبارة عن الترانسديشن ميشينري، هو عبارة عن المكان اللي بتحصل عليه عملية الترانسديشن، والريبوزوم بيتكون من طبعا الريبوزوم الار ان اي مع البروتينز. طيب الريبوزوم بيتكون من 2 سب يونتس، اللارج سب يونت والسمول سب يونت. طبعا هنتكلم عن الفانكشن بتاعت اللارج سب يونت والسمول سب يونت اثناء ما احنا بنشرح عمليه الترانسليشن في السلايد اللي جايه، فحاول تركز معايا في السلايد اللي جايه بعدين ارجع اقرا الفانكشن بتاعتهم. طبعا عندنا زي ما انت ملاحظ انه السمول سب يونت او الريبوزوم بيحتوي على لارج سب يونت والسمول سب يونت. الريبوزوم بيحتوي على 4 بايندينج سايتس اللي هي عباره عن اماكن موجوده على الريبوزوم من اجل ارتباط. اول واحد فيهم البايندينج سايت بتاع المسنجر ار ان اي، هو المكان اللي بيحصل عليه ارتباط ما بين المسنجر ار ان اي مع السمول سب يونت على الريبوزوم. وعندي 3 سايتس اللي هي عباره عن الاي والبي والاي سايتس من اجل عمليه الموفمنت للترانسفير ار ان اي في داخل هذه طبعا البايندينج سايتس اللي موجوده على الريبوزوم، وهنتكلم عليها الان بالتفصيل والفانكشن بتاعتها في عمليه الترانسليشن. فحاول السلايد هاي بعد ما نخلص عمليه الترانسليشن ترجع لها تاني، لانه هتلاقيني حكيت الكلام هذا في عمليه الترانسليشن. طيب هنتكلم عن عمليه الترانسليشن. طيب هنتكلم عن الترانسليشن على الصورة اللي عندنا هنا واللي هي موجودة معنا في الكتاب والمنهج، عشان بس ما يعني ادخلكش المعلومات في بعض، وهسهل عليك الموضوع في انه انا هتكلم عن الترانسديشن عبارة عن 3 ستيجز، كل ستيج عبارة عن 3 ستيبس، تمام، فهتحفظها بسهولة وتفهمها بسهولة. أول ستيج عندي في الترانسديشن هي عبارة عن الانيشيشن اوف الترانسديشن، وهي بتحتوي على 3 ستيبس، أو هنتكلم فيها عن 3 ستيبس. بعد كده الإلونجيشن وهنتكلم فيها عن 3 ستيبس، وبعد كده الستيج الأخيرة هي عبارة عن التيرمينيشن وهنتكلم فيها عن 3 ستيبس. طيب الانيشيشن اوف الترانسديشن اللي هي الفيرست ستيب اوف الترانسديشن بتبدأ بإنه السمول ريبوزومال سب يونت، نعمل الليزر، اذا السمول ريبوزومال سب يونت بيحصلها او بتعمل اتاتشمنت مع ال 5 برايم كاب، وبتبدا تتحرك موف along الماسنجر ار ان اي، تمام، until it encounters لمين الستارت كودون، كويس، لغاية ما تقابل الستارت كودون. طبعا هذه عبارة عن الفيرست ستيب. فانت زي ما انت ملاحظ معايا انه السمول سب يونت بروفايد بايندينج سايت او بروفايد سب بايندينج سايت فور المسنجر ار ان اي، تمام. السكند ستيب في الانيشيشن اوف ترانسديشن هي عبارة عن عملية بايندينج للفيرست ترانسفير ار ان اي اللي بيحمل الفيرست امينو اسيد اللي هو الميثيونين مع الكودون اللي موجود على المسنجر ار ان اي المرتبط مع السمول سب يونت. This is the second step of the first stage of translation.
ف ب الفيرست ترانسفير ار ان اي اللي بيكون عليه الانتي كودون الكومبلمنتري للستارت كودون بيعمل بايندينج مع الستارت كودون. ثالث ستيب في الانيشيشن اوف ترانسليشن هي عباره عن مين؟ عباره عن عمليه البايندينج اوف اللارج ريبوزومال سب يونت مع السمول ريبوزومال سب يونت، وبكده بيتكون الكومبليت ريبوزوم. تمام؟ في هذه الحاله لما بيحصل عمليه complete formation of a ribosome بيكون ال first transfer RNA اللي بيكون carrying للميثيونين occupies ال B site على الريبوزوم. تمام؟ وبكده بتكون ال initiation of a translation خلصت. هنتكلم الآن عن ال second step وهي عبارة عن ال elongation أو الـ second stage وهي عبارة عن الـ elongation. طيب الآن عندي الـ second codon الآن موجود في الـ A site. فـ الـ second transfer RNA بـ enter الـ A site على الريبوزوم، لأنه according لـ second codon هنا بيجي الـ transfer RNA اللي carry الـ amino acid المناسب للكودون اللي موجود هنا وبينتر الـ A site، بيدخل الـ A site وبيحصل binding between الـ anticodon والكودون، وبتحصل عملية transfer لـ زي ما انت ملاحظ على الصورة هنا transfer للـ first amino acid على وبايند مع الـ second amino acid اللي موجود في الـ A site. إذا الـ second stage اللي هي الـ elongation بيحصل فيها إنه الـ second transfer RNA come and enter الـ A site. و الـ methionine اللي هو الـ first amino acid بيحصل له ترانسفير على الـ A site وبيرتبط مع مين؟ مع الـ second amino acid. وفي هذه الحالة بيحصل عملية releasing أو الـ first transfer RNA leave الـ P site، ومن ثم الريبوزوم بيعمل move along الـ messenger RNA، وبالتالي بيصبح الـ second transfer RNA اللي بيكون carry الـ growing polypeptide موجود في الـ B site، وبيصبح الـ A site مرة أخرى free و able to occupied by third transfer RNA which carrying the third amino acid accordingly الكودون والامينو والنيوكليوتيد سيكونس اللي موجود على المسنجر ار ان اي. فبيجي الثيرد ترانسفير ار ان اي وبيرتبط في الاي سايت، ومن ثم الامينو اسيدز اللي موجوده في البي سايت بترتبط مع الثيرد امينو اسيد، وبتستمر هذه العمليه until انه وبكده بنكون خلصنا من الـ elongation. بنيجي لعملية الـ termination بمجرد ما إنه الـ ribosome encounters the stop codon. This is the first step of termination. إنه الـ ribosome during its movement on the messenger RNA it encounters the stop codon، بيقابل الـ stop codon، وفي هذه الحالة أو هذه المرحلة بيحصل عملية binding في الـ A site مع الـ stop codon نوع من البروتينز بنسميه الـ release factor. هاي الـ second step في الـ termination،
ومن ثم بيكون هنا عندي البروتين سينثيسيس كومبليتد، وبيحصل عمليه ديسوسيشن وعمليه تفكيك للترانزليشن ماشينري، ومن وبتنتهي عمليه الترانزليشن. فزي ما تكلمنا الان عن الترانزليشن بالثري ستيجز، لما هتجاوب السؤال بتاع الترانزليشن على الموديل هتجاوب بنفس الطريقه اللي انا طبعا اتكلمت بيها الان. صحيح المحاضره كانت طويله، انا حاولت يعني اخفف منها بقدر المستطاع، وهذا يعني ان شاء الله رب العالمين هتكونوا استمتعتوا بالمعلومات اللي كانت فيها، واراكم ان شاء الله رب العالمين الاسبوع القادم في طبعا الكويز والمحاضره الجديده. في عندنا على الموديل تو هوم ووركس، فبالتالي حاولوا تحلوها، وطبعا يعني انا حاولت اسهل البروسيس، هتكلم لكم عنها في طبعا كتابه في البوست اللي هنتكلم عليه عن الكويز وطبعا الاساينمنتس. شكرا.